طفل صغير جدال وبيكبر وبيكبر بصير زكان بالاخر برجع كمان بخلق كمان مره مش هو كمان طفل صغير و و و كل ده بعرف محزنوه. حتى بالمدرسه بدينا من صف اول لصف ثاني، صف اول كنت مع كفاح مظبوط، خلصت السنه نخون خلصت سنه حداشر مع دانا ومريم كمان خلصت سنه اول مع كمان دانا ومريم بصف ثالث السنه كمان خلصت سنه استعمال عشان بيتخانوا شاب مع اسا. كل سنه فيها تغييرات شنوين تجديدات. شو التغيير اللي صار هون؟ ايش شنوي هون؟ في تغيير وفي خدوش، كي شنوي وخدوش مظبوط؟ انتوا خوفين انه في تغيير بالصف؟ في تجديد؟ في خدوش هون؟ نايف طلاب يوف، ايش يعني الطلاب شرحهم؟ يلديهم تلميذين يفه مرات خدشات صحتين كل احترام. تعال نرجع للطلاب للتلميذين. ابراهيم صف الصف تغير، كنتوا بالصف الثالث بس انتوا في الرابع ثالث مظبوط، صف رابع الثاني كنت عشان نخون اشيل الاد ماما شونا افيلو بلوخات بالسرور حلو فادي ولاد جداد. وانت رجعت لنقطة نايف قال في طلاب، الطلاب مين بيقول لي شو في تغيير ماما؟ مين ناقص؟ مين زايد؟ مين ناقص؟ زمي خسر؟ أيلا؟ أيلا؟ نايف